اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معايا لعبه نايف هيت. خلينا نرمي مع بعض شويه سكاكين. اهم حاجه تخلي بالك لان انت الوهله هتحس ان اللعبه اهم حاجه ان انت تخلي بالك لانك هتحس ان اللعبه سهله، لكن هي مش سهله، لعبه غداره يعني، لعبه فيها كميه غدر. اهم حاجه ان انت تخلي بالك. الله، انا بقى ليه ده انا لسه في الاول. طيب هنا معانا لوح من الخشب بنرمي فيه السكاكين، نحاول نجيب التفاحه. حلو قوي، لوح الخشب عمال يلف وانت بيبقى معاك. معانا لوح خشب بيلف بشكل اوتوماتيك وانت معاك شويه سكاكين. كل المطلوب منك ان انت ترمي كل السكاكين. هو في ايه؟ يا حلقه النهارده مالها؟ لا 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 لا، ازاي؟ ركز ركز ركز. تمام، نرمي سكاكين. الله، تمام. ايوه كده، تمام تمام. لا تمام خلاص يا جماعه، اللعبه كانت مهنجه وانا اتظلمت. تمام. لا انا محترف، والله انا محترف في اللعبه كانت مهنجه فعلا، والتاتش كان بيعلق. اهو اهو اهو، احتراف اهو اهو. عاش عاش. الله الله، اهو مية مية. ايوه يلا يلا، فضل سكينة. عاش، فكرة اللعبة سهلة اهي، بسيطة، مفيش فيها حاجة. تمام، انت بس ايه، لازم معاك شخرمية سكينة اهم في الجنب، لازم ايه. هو انا ليه كل ما اتكلم اقع؟ كل ما اتكلم اخسر اصلا. مش هتكلم. معانا سكينة جديدة، ممكن تغير طبعا شكل السكاكين، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. خلينا الأول ايه، فاضل سكينتين. يلا، واحد اتنين. تمام، تلف بسرعة قوي. حلو، الله جميل. بص حلو قوي الطماطماية دي. لا 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 لا، دي كانت سهلة. الله العظيم يا رب. حلو قوي، انا فهمت. الموضوع متعلق بايه؟ وهي بتلف. خلي بالك وهي بتلف، اما تلف بسرعه ارمي كتير، اما تلف بالراحه ارمي قليل. ليه بقى؟ لان انت لو هي بتلف بسرعه ارمي بسرعه تخلص السكاكين بتاعتك بسرعه، لو بتلف بالراحه لو رميت بسرعه السكينه بتاعتك هتخبط. فانت حاول بقى ايه، تركز قوي قوي في الموضوع ده. اوه، فاضل واحده. عاش. لا لا، سكينة جديدة. مش سكينة جديدة. لما بنخسر بنيجي من يعني مش بنيجي من الأول، بنيجي من الستيج اللي أنت إيه،
الحته اللي انت وقعت منها، بس بيبقى تقريبا في 3 تشيك بوينت 4 تشيك بوينت كده وبتخلص الستيج. حلو، الله، وجبت التفاحتين كمان، ليمونة ايه. خلي بالك بقى، خلي بالك عشان ما تبطئش منك فجأة. عاش، بص ديفيت. لا فاضل واحدة. انت كل ما بتهزم عدو بيجي لك سكينة جديدة. حلو، يلا 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 يلا، الاحتراف بقى، الاحتراف. اتفرج بقى على الاحتراف، بص ده احتراف، اللي فات ده كله حاجة واللي جاي ده بقى كله احتراف. اهو احتراف، بص دي، بص يلا، بص الليمونة، يلا عاش عاش. والله حرام، هجيبه بسرعة، هجيبه بسرعة، هجيبه بسرعة. حاسب حاسب حاسب، تعال. بعد ده البص، بعد ده البص، عاش. اديني بقى الليمونة اهي 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 اهي. لا التسرع، التسرع، التسرع هو اللي بيخسر يا جماعة. انت اللي بيلعب اللعبة دي، اللي بيفكر يلعب اللعبة دي، لازم يتحلى بالصبر، لازم تتحلى بالصبر. يعني بعد ما تتغدى كده تتحلى بالصبر، تمام؟ بس انا هتحلى بالصبر، اصبر خالص. وانا خايف عزيزي المشاهد ان وانا بتحلى بالصبر انت ما تصبرش فتسيب الفيديو، ما تكملش الفيديو للاخر. لكن انا عايزك عزيزي المشاهد تتحلى بالصبر معايا في اللعبة دي، تمام؟ اهو نتحلى بالصبر مع بعض، تمام؟ علشان نكسب مع بعض، لان فوزي هو فوزك عزيزي المشاهد، تمام؟ يلا، انا عارف ان انا خذلتك عزيزي المشاهد، لكن معلش اديني فرصة اخيرة، اديني فرصة اخيرة. يلا يلا يلا، واحد اثنين. الليمونة لسه. ليه ليه ما انا جايبها. الليمونة، الليمونة غدارة، الليمونة دي والله العظيم بجد، بس هجيبها 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 هجيبها. يا نهار ابيض، كل ده مش عارف اهزم الليمونة، امال هعمل ايه بعد كده؟ الليمونة تاني، ركز. يابا لا، ركز بقى، ركز ركز. ده جاب حاجة تانية غير الليمونة تقريبا، هو زهق أصلا يعني، جاب لي كاندي. حلو حلو، جات لي سكينة، جات لي سكينة تانية بتهيألي. جات لي سكينة جديدة، ايه سكينة الكندي. عاش، حتى الجبنة، حتى الجبنة، جبنة رومي. عاش، واو
حظ 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 حظ. الليمونة اهي الليمونة. الليمونة الليمونة دي انا لو ما قطعتهاش النهاردة. ركز معايا بقى في الليمونة، ركز في الليمونة، ركز عشان انا مش هتغلب من الليمونة. فضل ثلاثة، يلا ركز، واحد اثنين، اخر واحد اخر واحد، ركز مع بعض، نركز مع بعض، يلا ايوه بقى ايوه ايوه يا ليمونه دوخيني يا ليمونه. لعبه حلوه جدا، لعبه حلوه جدا في منتهى الجمال بصراحه. هي بس لعبه غداره محتاجه صبر، متتسرعش، انما هي فكرتها جميله جدا ولذيذه والمراحل بتاعتها كتيره جدا. هسيب لك لينك بتاع اللعبه ديسكريبشن، حملها جربها ان شاء الله تعجبك. اهم حاجه انساش تحط لايك على الفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر التنبيهات. بص بص على الحلقات اللي فاتت وانشر الحلقه لاصحابك. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من جيمر بالعربي. مع السلامه.